دايما بنشوف في افلام الغرب القديم او الغرب المتوحش الكاوبويز بيتواجهوا بالمسدسات والبنادق، ومعاركهم بتكون حماسية جدا، وده ممكن يخليك تسأل هل المعارك اللي احنا بنشوفها في الافلام دي حصل منها في الواقع ولا هي مجرد خيال، حيث في قصص كتير جدا حصلت في فترة الغرب المتوحش. لكن النهاردة هتشوف 5 قصص الاقوى واشهر وابرز معارك حصلت في فترة الغرب المتوحش. تبادل اطلاق النار بين وايلد بيل هيكوك وديفيس توت. بتبدأ قصتهم لما خسر وايلد بيل هيكوك قدام ديفيس توت في صالة قمار على البوكر، وكان المفروض بيل هيكوك يدفع $25 لديفيس توت، ولكن ديفيس توت قال انه عايز $35، وبيل هيكوك مقدرش يعرضه لانه وسط جماعته اكتر منه في العدد وما يقدرش ينشئ قتال معاهم، فوافق بيل هيكوك على $35 لكنهم ما كانوش معاه. فقرر ديفيس توت انه ياخد ساعة الجيب بتاعت بيل هيكوك كرهانة عنده لحد ما يسد المبلغ اللي عليه، وكان وقتها في الفترة دي ساعات الجيب كانت شيء قيم جدا وغالية جدا وما كانش اي حد يقدر انه يملكها. حس بيل هيكوك بالمزلة وقتها وبلغ ديفيس توت انه ما يلبس ابدا الساعة قدام الناس او يخلي حد يعرف انه اخدها منه، لكن ديفيس توت ما سمعش كلامه ومشى بره صالة القمار مبتسم للساعة. وفي اليوم اللي بعده بتوقيت الساعة 10 صباحا ديفيس توت كان في ساحة المدينة بيلبس ساعة الجيب قدام الناس وبيتباهى بيها كمحاولة لزل بيل هيكوك. فقام لما عرف بيل هيكوك راح له فورا وقال لديفيس توت من الافضل لك ان تخلع ساعة الجيب وتضعها بعيدا، واتناقشوا مع بعض وقال ديفيس توت انه دلوقتي عايز $45، وهيكوك حاول يقنعه بال $35 المبلغ الاصلي، وكان هيكوك مصر على انه مدين ليه بس ب $25، ولكن ديفيس توت قال انه مش هيقبل باقل من $45 ومشى بعدها ديفيس توت. وفي خلال الساعة 6 بالليل رجع ديفيس توت لساحة المدينة تاني من جهة الشمال ولابس ساعة الجيب، وبعدها ظهر بيل هيكوك وهو مسلح من ناحية الجنوب في ساحة المدينة وكانت بتفصل بينهم مسافة 75 ياردة، وحذر بيل هيكوك بصوت عالي ديفيس توت بانه ما يجيش هنا تاني لابس الساعة، ولكن ديفيس توت مردش عليه والاتنين حاطين ايديهم على مسدساتهم، وفي لحظة واحدة الاتنين ضربوا بعضهم بالنار. رصاصة ديفيس توت فشلت في إصابة بيل هيكوك، ولكن إصابة هيكوك قدرت تسيب ديفيس توت في جنبه الأيسر ما بين الضلعين الخامس والسابع. بعدها ديفيس توت وقع مات، وبعدها تم القبض على بيل هيكوك وتمت تبرئته بعدين بعد محاكمة استمرت 3 أيام. النزاع المسلح في أوكي كرال. بتبدأ قصتنا في مدينة تومبستون اللي تم اكتشاف فيها منجم فضة، وأصبحت مدينة مزدهرة حديثة المنشأ في خلال 2 سنين، وكان عمدة مدينة تومبستون رجل قانون اسمه فريد وايت، بس كانت تومبستون فيها مجموعة مجرمين خارجة عن القانون اسمهم الكاوبويز، وكانوا بيسرقوا المواشي والصوص وقتلة، وكان أبرز أعضائهم آي كلانتون وأخوه الأصغر بيلي كلانتون وكيرلي بيل بروسيس وفرانك ستيل ويل وجوني رينجو وفرانك ماكلوري وتوم ماكلوري وبيلي كليربورن وغيرهم، لكن هم دول أبرز أعضاء العصابة. في خلال الوقت ده كان في 4 أخوات اسمهم الإخوة إيرب، أكبرهم هو فيرجيل إيرب وكان يعتبر نائب العمدة لفريد وايت، وبعديه وايت إيرب ومورجان إيرب ووارين إيرب ودوك هوليدي اللي يعتبر صديق عائلة إيرب. المهم الـ4 أخوات انتقلوا للحياة في تومبستون مع زوجاتهم والاستثمار فيها كمان. الإخوة إيرب ليهم تاريخ كبير في العمل كرجال قانون. وفي أحد الأيام كان كيرلي بيل في حالة سكر شديدة وكان بيلوح بمسدساته في أرجاء المدينة على الناس، لحد ما فريد وايت عمدة المدينة أمر كيرلي بيل بتسليم نفسه وتسليم أسلحته. كيرلي بيل سمع كلامه وسلمه مسدساته، لكن عن طريق الخطأ أثناء لحظة تسليم كيرلي بيل مسدساته لفريد وايت انطلقت رصاصة بالغلط قتلت فريد وايت. في اللحظة دي اتجمع الناس على كيرلي بيل ومسكوه، كانوا هيعدموه حالا بدون محاكمة، لكن وايت قرب جرى على كيرلي بيل وأنقذه من الناس وقال انه لازم يتم محاكمته بشكل عادل،
وتم الإفراج عن كيرلي بيل بالقتل الغير عمد، وأصبح بعدها فيرجل إيريب هو عمدة المدينة، ووايت إيريب أخوه النائب بتاعه. بعدها تصادم الإخوة إيريب مع مجموعة الكاوبويز بقيادة آيك كلانتون بمشاكل كتير جدا، وحصلت ما بينهم تهديدات ومشاكل لبعض، لدرجة إن فيرجل إيريب طلع مرسوم قانوني بمنع التجول في ساحة المدينة بسلاح أو تكون مسلح في شوارع المدينة، واللي يخالف المرسوم ده هيتعاقب قانونيا. لكن في أحد الأيام آيك كلانتون كان في حالة سكر شديدة وكان مسلح في شوارع المدينة، لحد ما قبض عليه فيرجل إيريب وأخرجه بكفالة، لكنه تمت مصادرة كل أسلحته، وأصبح آيك كلانتون أعزل بدون أسلحة. بعدها سمع الإخوة إيريب إن في مجموعة من الكاوبويز في المدينة مسلحين، فقرر الإخوة فيرجل ووايت ومورجان ودوك هوليدي إنهم يروحوا يصادروا أسلحتهم. وكان الكاوبويز الحاضرين هم آيك كلانتون وبيلي كلانتون وفرانك ماكلوري وتوم ماكلوري وبيلي كليبورن. أمر الإخوة إيريب بتسليم نفسهم وتسليم أسلحتهم، لكن الكاوبويز كانوا بينظروا للإخوة وايت، والإخوة وايت بينظروا ليهم بدون أي حركة أو رد فعل، لحد في لحظة واحدة الاتنين بدون سابق أي علم أو أي إنذار أو أي تجهيز لخوض معركة سحبوا مسدساتهم وضربوا بعض بالنار لمدة 30 ثانية تم ضرب فيها 30 رصاصة. هرب بيلي كليبورن وآيك كلانتون من المعركة لأنهم كانوا غير مسلحين، أما فرانك ماكلوري وتوم ماكلوري وبيلي كلانتون ماتوا على يد الإخوة إيريب ودوك هوليدي. كانت تعتبر المعركة دي أسطورة في الغرب المتوحش القديم، لدرجة أنهم عملوا منها أفلام وقصص كتيرة، حتى أن المرسوم القانوني اللي بيحظر التجول بأسلحة داخل مدينة تومبستون اللي أصدره فيرجل إيريب اتباع في مزاد عام 2010. بعد الحادثة دي اتهم آيك كلانتون الإخوة إيريب ودوك هوليدي بالقتل العمد على اللي حصل، لكن تم تبرئتهم لعدم وجود أدلة كافية، وانه محدش يعرف مين اللي بدأ الاول بضرب النار، وانهم كانوا رايحين فقط لاخذ اسلحتهم. بعد فشل كلانتون قدام المحكمة عمل كمين للاخوة إيريب وحاول يختل فيها فيرجل إيريب في غرفة فندق، لكنه نجا بأعجوبة من الموت، لكنه اتصاب برصاصة في ظهره وعشرين رصاصة في دراعه الشمال، لدرجة انه تم بترها لاستحالة علاجها. وبعدها بفترة حوالي شهر ونص مورجان إيريب كان في حفلة وبيلعب البلياردو، ولسوء حظه ترابيزة البلياردو كانت مطلة على نافذة زجاجية على الشارع، فقام أحد الكاوبويز بضرب النار على مورجان من برا النافذة الزجاجية، اخترقت النافذة وأصابت الرصاصة عموده الفقري، إصابة قاتلة لدرجة إنه مات بعد رصاصة في أقل من ساعة. بعدها وايت إيريب حاول ياخد بحق إخواته من المحكمة، لكن المحكمة برأت الكاوبويز لعدم وجود أدلة كافية، فقرر وايت إيريب إنه ياخد حقه بنفسه، فجمع أخوه وارن وايت ودوك هوليدي واتنين أصحابه تانيين للانتقام. وفي أحد الأيام تم كشف جثة فرانك ستيل ويل بالقرب من فندق كان فيرجل إيريب مقيم فيه، واضح إن فرانك كان عاوز ينهي على فيرجل، لكن وايت إيريب أنهى عليه الأول. وبعدها وايت إيريب راح مع جماعته وانتقموا من شخص اسمه فلورنتينو كروز، كان يشتبه بيه من الناس اللي ساعدت في محاولة اغتيال مورجان إيريب. وبعدها عن طريق الصدفة التقى إيريب وايت مع كيرلي بيل وتسعة من الكاوبويز بالصدفة في منطقة ينبوعية، وكان الكاوبويز بيطبخوا طعامهم، لحد ما هجم عليهم وايت إيريب وجماعته. بالرغم إن الكاوبويز كانوا بيفوقوهم عدد، لكن وايت إيريب انتقم من كيرلي بيل اللي نجده من الموت بعد قتله العمدة، وما كانش متوقع انه هيكون احد الاشخاص المتواطئين في عمليات اغتيال اخواته، ومات كيرلي بيل على يد وايت إيريب. ودي كانت نهاية رحلة انتقام وايت إيريب، وكان في بس اتنين فاضلين وهما جوني رينجو اللي توفى برصاصة في راسه ويعتقد انه انتحر، وآيك كلانتون اللي تم اطلاق النار عليه من قبل احد رجال القانون لما حاول يعتقله بتهمة سرقة الماشية. تبادل اطلاق النار في مدينة فريسكو. بتبدأ قصتنا في مدينة فريسكو، كان فيها راجل قانون اسمه الفيجو باكا عمره 19 عام، وفي عام 1884 بتاريخ 1 ديسمبر كان في راعي بار اسمه تشارلي ماكارتي كان سكران ومخمور وبيطلق النار بمسدساته في الهواء وعلى المباني بشكل عشوائي، فقام الفيجو باكا بالقبض عليه وحبسه.
وبعد ما تم القبض على تشارلي في اليوم اللي بعده ظهر أصحابه جماعة راعي البقر تشارلي حيسأل القرويين أن عدد رعاة البقر اللي اتجمعوا كانوا 40 شخص، لكن الفيجو باكا قال إنهم كانوا 80 شخص على الأقل. حاول رعاة البقر المسلحين بأعدادهم المهولة الهجوم على الفيجو باكا انتقاما لصاحبهم، لكن جرأ الفيجو باكا على بيت أحد السكان وكان البيت فارغ مفهوش حد. وعلى حسب ما تم ذكره ان رعاة البقر ضربوا على الفيجو باكا وهو محبوس في البيت اكتر من 4000 طلقة رصاص، لكن الفيجو مسكتش ورد عليهم هو كمان باطلاق النار، حيث قتل 4 اشخاص وجرح 8 باصابات غير مميتة. وبعد مرور 36 ساعة نفذت ذخيرة رعاة البقر وانسحبوا بالتدريج بكل بساطة، لكن حاول رعاة البقر الانتقام من باكا تاني، حيث حاولوا يقنعوا المحكمة انه تسبب بموت 4 اشخاص من افرادهم من غير ما يعملوا له حاجة. لكن الفيجو خلع باب البيت اللي كان محبوس فيه وكان فيه 367 ثقب رصاصة ووراه للقاضي اثباتا للحادثة اللي حصلت، وتم تبريد الفيجو من التهمة. المواجهة بين لوك شورت ضد لونج هير جيم. بتبدأ قصتنا في مدينة فورت وورث، مدينة مزدهرة بصالونات القمر والدعارة وغيرها، وكان تيموزي ايزيس كورت رايت الشهير بلونج هير جيم كان راجل قانون ومارشال المدينة والمسؤول عن حمايتها، حين ان لوك شورت صاحب صالون قمر اسمه صالون الفيل الابيض. لونج هير جيم كان راجل قانون ومجرم في نفس الوقت، حيث كان بيستغل موضوعه وقوته وكان بيبتز الناس بدفع اموال بشكل منتظم لغرض حمايتهم، ولو ما دفعوش هيدمر ممتلكاتهم ويأذيهم. وفي احد الايام عرض لونج هير جيم على لوك شورت ابتزازه بتوفير الحماية على صالونه، لكن لوك شورت رفض وحاول لونج هير جيم يخلي لوك شورت عبرة للي ما يدفعش. وفي احد الايام اقتحم لونج هير جيم صالون لوك شورت وكان مسلح وقال انه عايزه حالا، قام خرج لوك شورت لمقابلة لونج هير جيم برا الصالون واتمشوا شوية لحد ما وقفوا جنب احد المباني، وكان الاتنين في وش بعض المسافة بتوصل لتلات او 4 اقدام بس. قال لونج هير جيم لوك شورت يطلع المسدس اللي معاه، لكن لوك شورت فتح المعطف بتاعه وقال له شوف انا معيش حاجة. فقام لونج هير جيم باخراج مسدسه وصوابه على لوك شورت، لكن لوك شورت كان سريع جدا واخرج مسدسه المخفي وضرب برصاصة على صباع الابهام بتاع لونج هير جيم. فقام لونج هير جيم بتغيير الحدود، وتغيير الحدود عبارة عن حركة بيكون فيها شخص مسلح بتبديل مسدسه ليد غير مصابة، لكن لونج هير جيم كان مصاب وبينزف ومتألم فكان بطيء، فأصابه لوك شورت برصاصة في كتفه والتانية في قلبه، ومات لونج هير جيم بوقت قصير من خسارته المعركة. بعد انتهاء المواجهة تمت محاولة اعتقال لوك شورت، لكن تمت تبرئته بتهمة الدفاع عن النفس. تعتبر معركة لونج هير جيم ولوك شورت من المعارك القليلة جدا اللي بيكون فيها تبادل اطلاق نار بفرق مسافة صغير جدا، وكمان كان يعتقد ان لونج هير جيم كان سكران واعتقد انه تهيأ ان لوك شورت كان معاه مسدس فاخرج مسدسه عليه، لكن كان لوك شورت خافي مسدسه كويس حيث ما يتلمحش، وكان لونج هير جيم مشهور بسرعته العالية في سحب المسدس وكان يعتقد ان في عطلة حصل للمسدس تسبب في خسارته. معركة الاربع قتلى في 5 ثواني. بدأت قصتنا في عام 1881 لما كان في اخوين اسمهم الاخوين مانينج بسرقة 30 ماشية وبيعهم في تكساس، وتم ارسال 2 من المزارعين المكسيكيين للبحث عن سرقين ماشية اسمهم سانشيز وجواريك لكنهم اتقتلوا. وبعدها تم ارسال 75 راجل مكسيكي مسلحين بالكامل لولاية تكساس في الباسو بتاريخ 14 ابريل، وتم ارسال رجل شرطة في الباسو اسمه جوز كرامباكاو بمرافقة الرجال المكسيكيين لرجل مشتبه فيه بسرقة المشاية اسمه جوني هيل، وكان جوني هيل صاحب مزرعة، وتم العثور على جثتين الرجلين المكسيكيين بالقرب من مزرعته. وحدثت بعدها محاكمة لجوني هيل، وتم التوقع ان الاشخاص اللي قتلوا الاتنين المكسيكيين من بينهم جوني هيل قتلوهم بغرض عدم اكتشاف الماشية،
وعدم معرفتهم مين سرقها وخوف من إرسال عدد كبير من المكسيكيين للانتقام. وتم اتهام اتنين تانيين اسمهم بيرفي وفريدريكس بقتل الاتنين المكسيكيين بعد سماعهم بيتفخروا بقتل اتنين من رعاة البقر في مزرعة جوني هيل في ليلة 13 ابريل او نهار 14 ابريل، وتم القبض عليهم هما كمان وتم تأجيل المحاكمة. وعادت الجماعة المكسيكية لمنازلها مع جثتين سانشيز وجواريك لدفنهم دفن لائق. في 14 ابريل نفس اليوم كان كرمباكاو ذهب لاحد الصالونات لاستعادة اسلحته، لكن صادف في الصالون جوني هيل بجانبه جورج كامبل عمدة الباسو القديم. صرخ جوني هيل وهو في حالة سكر شديد على كرمباكاو لمساعدته المكسيكيين، وبعدين مسك جوني هيل مسدس جورج كامبل واطلق النار على كرمباكاو. وكان بالقرب من الصالون مارشال المدينة دالاس تودنماير، وكان بيتعشى قام بعد ما سمع صوت اطلاق النار نط من الكرسي بتاعه وخرج من المطعم واخرج مسدساته واطلق النار بعنف. وكان اول ضحايا رجل مكسيكي بريء كان بيحاول يهرب بعد سماعه الطلقه الاولى، لكن حظه كان عاسر. وبعدها استخبى جوني هيل خلف عمود من الطوب، ولما حاول يمر راسه بين العمود اطلق ستودنماير رصاصه بين عينيه مما ادى لمقتله فورا. وخرج بعدها جورج كامبل من مخبأه ومعاه مسدسه، وشاف جوني هيل ميت على الارض وقال لستودنماير انها مش معركته فملهوش انه يتدخل فيها. كان كرمباكاو المصاب على الارض معتقد ان جورج كامبل هو اللي اطلق عليه النار مش جوني هيل، فقام كرمباكاو باطلاق رصاصتين على جورج كامبل، الاولى اصابت بندقيته وكسرت معصمه الايمن، والتانية في رجله، ثم اغمى على كرمباكاو بسبب نزيف الدم مطرح اصابته. صرخ جورج كامبل من الالم ورفع بندقيته بيده اليسرى، فقام ستودنماير باطلاق رصاصة على جورج كامبل خلاه يسقط على الارض ومشى ببطء نحوية كامبل. وصرخ كامبل بحزن في وجه ستودنماير وقال له انت ابن عاهرة كبير لقد قتلتني. وبعد عدة دقايق مات كرمباكاو. وبذلك وفاة جوني هيل وكرمباكاو وجورج كامبل والرجل المكسيكي البريء اربع وفيات حدثت خلال 5 ثواني بس. بس كان في 3 من رجال القانون في تكساس بيشاهدوا الموقف عن قرب بدون تدخل، وقادلوا بتصريحهم انهم مش محتاجين يتدخلوا لان ستودنماير بيتولى الموقف كويس. وبعد المعركة الاخوة مانينج كانوا غاضبين لوفاة جوني هيل وكامبل، ووقعوا ستودنماير في مشاكل وخلافات. في النهاية قتل الاخوة مانينج ستودنماير وتمت تبرئتهم لوجود عدد كبير في هيئة المحلفين اصدقاء ليهم. وكده وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنسوش تقروا المصادر لتفاصيل اكتر.